السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، عن باقي الاندية المصرية، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجة عايز اتكلم فيها النادي الاهلي يا جماعة، الناس اللي بتسأل هو ليه زيزو بيعمل ما بيعملش اعلان، وليه مثلا ممكن تلاقي مصطفى شوبير اللي ما بيلعبش بيعمل اعلان. الاجابه واضحه وبسيطه وسهله جدا، الاجابه هي النادي الاهلي. عايز اقول لكم يا جماعه ان نادي الاهلي احدى شركات المياه الغازيه عملت اعلان، تخيل جابوا مين في الاعلان؟ هل جابوا لاعبين حاليين؟ لا، جابوا تاريخ النادي الاهلي. جابوا عبد المنعم شطه يعمل اعلان. عبد المنعم شطه اللي مخلص كوره بقاله قرن، بقاله 30 سنه ولا 40 سنه، جايبينه يعمل اعلان دلوقتي؟ اه. جايبين حسام غالي اللي بطل كوره بقاله 6 7 سنين، جايبينه يعمل؟ اه. جايبين جوزيه اللي سايب الاهلي بقاله 14 سنه، راحوا جابوه من البرتغال خصيصا عشان يعمل اعلان للنادي الاهلي. مع مين؟ مع محمد الشناوي. الاربعه أجيال متعاقبة، عصور زمنية مختلفة، ومع هذا لسه بيعملوا إعلان. يا ترى يا هل ترى إيه السر؟ إيه السبب؟ هل لسه في حد في الجيل الحالي، خلينا كده بالبلدي، في حد في الجيل الحالي اللي هم اللي عندهم 30 سنة، حد شاف عبد المنعم شطة بيلعب كورة مع النادي الأهلي؟ لا. طب رايحين تجيبوه إعلان ليه؟ عشان النادي الأهلي. تخيل أنت لما تبقى لعيب كورة مبطل كوره بقالك 20 30 سنه، وتلاقي الناس لسه بتتهافت عليك وجايه تقول لك بعد اذنك عايزين نعمل مع حضرتك اعلان، تاخد مننا كام؟ يا جماعه انا مبطل كوره بقالي 20 سنه. لا، احنا جينا عشان ده، عشان العلم ده او اللوجو ده او الشعار ده. فدي رساله لاي لاعب، اوعى تفتكر ان علاقتك بالنادي الاهلي بتنتهي خلال الفتره التعاقديه فقط. لا، ده انت ممكن يجي لك فلوس وانت نايم في البيت، ممكن تعمل اعلانات وانت مبطل كوره والناس نسيتك اساسا، وممكن الناس ما كنتش شافتك بقالهم فتره زمنيه طويله. عايز اقول ان دلوقتي في انقلاب يا جماعه في نادي الزمالك على اداره حسين لبيب. لسه حسين لبيب بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، والهدف رضا شحاته، والهدف الهدف الاول 6-1. انقلاب جماهيري كبير جدا على السوشيال ميديا على مجلس حسين لبيب. محمد زكي ده واحد من الصحفيين الزملكاويه اللي كانوا مساندين ومدعمين لحسين لبيب، قال لك حتى اللحظه حسين لبيب فاشل في حل ازمه القيد، وفقا لتصريحات حسين لبيب نفسه اللي وعد ان اول اسبوع في يناير هيتحل القيد. لا، بصراحه يا جماعه حسين لبيب قال كده، بس ما قالش يناير انه، يعني ما قالش يناير 2024، يناير 2025، 26، ما حددش عشان ما نكدبش الراجل على الفاضي والمليان. يا محمد يا زكي، ما ينفعش اكدب حسين لبيب يا محمد يا زكي. الراجل اي نعم لما كان بيتسال في الحوارات الصحفيه بتاعته، يا كابتن حسين يا ليبو ليبو هتفك القيد امتى يا كابتن ليبو؟ كان يقول لهم واحنا لسه جينا يناير، لما يجي يناير اول اسبوع في يناير هنفك القيد. جه اسبوع يناير وجه تاني اسبوع في يناير ولسه الزمالك ما فكش القيد. بس يا ترى يا هل ترى حسين لبيب قال يناير 2024 ولا 23؟ محمد زكي قال حتى الان مجلس لبيب فاشل في التعاقد مع مدير فني اجنبي، وذلك وفقا لتصريحات اعضاء مجلس الاداره بالتعاقد مع مدير فني على اعلى مستوى، وذلك قبل التعاقد مع معتمد جمال قالوا انه مؤقت وكده. طب ما هو مؤقت، وبعدين معتمد جمال مش حقق انتصارات ولا ايه؟ الفوز على عثمان طنطا وديا 8-0، اليس هذا انجازا يا رجل؟ ها؟ الفوز على كسكادا 4-0، اليس هذا بطوله او هذه بطوله يا رجل؟ تأهل الزمالك على حساب أرتا سولارا الجيبوتي الأسباني، أليس هذا إنجازا يا رجل؟ كلها إنجازات يشهد بها القاسي والداني لمعتمد جمال. يا سيدي خليها بيب جمال أو بيب معتمد جمال، جوارديول في الآخر وهو بقى أجنبي، قال لك حتى الآن الجميع ينتظر ويشاهد، لا جديد يحدث.
ونأمل في تنفيذ الوعود مجلس منتخب بدعم الجمهور. من الوارد انقلاب الدعم لهجوم. انذار أخير، انذار أخير من رشدي سرحان أباظة إلى حسين لبيب من الساحل الشمالي الأفغاني. خلي بالك من نفسك يا ليبو، لأن الناس بدأت تزهق والناس بدأت تمل. في الوقت اللي بعض المتبجحين بيهاجموا النادي الأهلي بيقول لك إهدار مال عام في النادي الأهلي، والهزازين يتهمون الخطيب بأنه يهدر المال العام، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. عايز أقول لك بينما البجح اللي بيقول لك من أين لك هذا يا أهلي يلهو ويتبجح، عايز أقول إن خالد بوطيب لعب مع الزمالك 24 ماتش. مين يا جماعة خالد بوطيب؟ لعب 24 مباراة سجل 5 أهداف. هياخد كام بقى خالد بوطيب؟ 8 مليون دولار، 3 مليون دولار عفوا. 3 مليون دولار دول بالجنيه 150 مليون جنيه. يعني الماتش كان واقف بكام؟ ب 6 مليون جنيه وربع، 6 مليون وربع الماتش الواحد. الجون الواحد واقف ب 30 مليون جنيه. الدقيقة واقفة ب 70 ألف جنيه. الثانية إلا ثانية، عارف أنت لما تقول لواحد جاي لك في ثانية إلا ثانية وتقعد ساعتين وتروح له أو أسبوع وتروح له. الثانية إلا ثانية بتاعت خالد بو طيب كانت 1200 جنيه. يعني مرتب موظف مصري يعمل ويكد ويجتهد لمدة 10 أيام في المصالح الحكومية، واخد بالك، ويمضي حضوره وانصراف ويفطر فول وطعمية ويشرب الشاي بتاعه وياخد 1200 جنيه كان بطيب وهو في ثانية ياخد 1200 جنيه. ألم يعد هذا أو ألم يكن هذا يا شوية متبجحين يا شوية مدلسين، ألم يكن هذا إهدارا للمال العام؟ ولا الأهلي لما يدفع من جيبه يبقى ده إهدار مال عام؟ عايز أقول للمتبجحين، نادي الزمالك يتقدم بخطاب رسمي للجهة الإدارية للحصول على قرض مليون دولار. تعال بقى، تعال، ده انت جيت لي في ملعبي، تعال يا حبيبي، تعال يا ضنايا. انا قلت لكم ايه قبل الانتخابات يا جماعة؟ فاكرين ولا ناسيين؟ لا حد يقول لي فاكرين ولا ناسيين؟ فاكرين؟ فاكرين لما قلت لكم حسين لبيب جاي ما عندوش برنامج، وكل اللي كانوا نازلين الانتخابات، عشان ما ظلمش حسين لبيب نفسه، كل اللي كانوا نازلين الانتخابات كلهم كانوا نازلين وعندهم مخطط. عارفين يا جماعه ايه هو المخطط؟ المخطط يا جماعه ان يوم ما هنتزنق الحقنا يا دوله، بس سهله وبسيطه. يوم ما نتزنق الحقنا يا وزير، سهله وبسيطه. هما جايين ما عندهمش اي فكر. لو عندهم اي فكر كان فين؟ كان بنت عليك الفراخ البانيه، كان بان عليك الفراخ البانيه اللي انت عمال تقول لنا انت بتغمس العيش بالايس كريم. فين يا حبيبي؟ فين يا ضنايا؟ فين يا اخوتي؟ فين؟ بقالكوا شهرين ثلاثه، من قبل الشهرين ثلاثه قلتوا واحد منكوا قال للجمهور والجمعيه العموميه عاملين صندوق من المحبين ورجال الاعمال ول 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 ب 200 مليون جنيه. فين؟ انت مقدم على قرض النهارده عشان تاخد 70 باين و100، ودلوقتي في قرض بمليون دولار. ده انتوا جايين تاخدوا كروت بقى. لا ده انتوا جايين تاخدوا كروت بقى. فين بقى الفكر الاستثماري والفكر البتنجاني والفكر المهلبيه والسلطانيه فين يا بيه؟ كفايه ضحك على الناس بقى. يا ريتكم جيتوا كده دخلتوا كده بالبلدي، يا رجاله احنا معناش فلوس وجايين نحاول نسند، لكن مفيش فلوس وما تعشموش الناس، لكن انتوا عشمتوا الناس. هل تعلم عزيزي ده في فضيحه؟ ده في فضايح مش فضيحه. عايز اقول لك ان الزمالك يمتلئ بالفضايح، فضايح ماليه. اداره الزمالك الحاليه كان الله في عونها. اداره الزمالك الحاليه احد المستاجرين عنده شركه باسم سين زغلول، زغلول ملك المعلول، واخد محلات رقم 67 68 69 70.
الإدارة راحت عشان تتفاوض على مدة العقود، مدة العقود غير مفهومة. إيه بقى مدة العقود الغير مفهومة دي؟ العقود اتعملت من سنة 2017 لمدة 15 سنة، يعني لحد 32. القيمة الإيجارية كام؟ 35,000 جنيه بزيادة 10% سنويا. محلات مكانها خرافي، سعر الإيجار النهاردة يتخطى 60,000، وبعد سنتين هيبقى 100,000، وبعد 3-4 سنين هيبقى 150,000. هتفضل مأجره 12 سنة بشوية ملاليم. الغريبة إن الإيجارات بتاعت المحلات دي طلعت بالأمر المباشر، ما تعملش عليها مزايدات. في أي مؤسسة حكومية عزيزي، وأنت تعلم وأدرى مني، لما بتيجي تعمل حاجة زي كده بتعمل حاجة اسمها مزايدة. الأستاذ يقول لك هاخد المحل ب50، لا عليا ب50.5، طب عليا 50 61 قرش، عليا 50,072 جنيه، تقعد تزود بقى. لا، دي بالأمر المباشر، اصرفوا لسين زغلول اللي حط المعلول. أربع محلات بإيجار 35,000 جنيه. محمد شبانة واحد من الإعلاميين المحترمين جدا، زعلت منه في فترة من الفترات بسبب يعني تحول الدفة حبتين لصالح هاني العتال ونادي الزمالك، وبقى يميل قوي على نادي الزمالك عشان يثبت للزملكاوية ان هاني العتال زملكاوي وان هاني العتال مش اهلاوي، وبدأ يخبط حبة في النادي الاهلي. ولكن مش مشكلة، مش مشكلة، نقل فؤادك حيث شئت، ما الحب الا للحبيب الاول. عايز اقول محمد شبانة قال ان الاهلي هيجيب 2 كمان فلسطينيين بعد ما الاهلي حسم صفقة وسام ابو علي. قال كمان ان الاهلي شغال دلوقتي على 2 لعيبة من فلسطين، واحد منهم بيلعب في بلجيكا والتاني مدافع اسمه ياسر حمد او ياسر حامد، ياسر حمد تقريبا. وفقا لكلام محمد شبانة ان الصفقتين دول صفقتين اقوية جدا وهيدعموا صفوف النادي الاهلي بقوة، هيدعموا صفوف النادي الاهلي بقوه، وان الاثنين اتعرضوا على السيد مارسيل كولر، وان المدير الفني السويسري الشوكولاته السويسريه للنادي الاهلي قد وافقت على العرض المقدم او الاثنين اللعيبه المقدمين لمارسيل كولر. الكابتن دونجا، دونجا جميل، انسان جميل جدا وحبوب ولذوذ، بس محدش يوصله تاني، يعني كفايه كده. دونجا قال لك ماتشات السوبر الاخيره كانت ماتشات عاديه، محدش حس ان في بطوله سوبر اصلا. وده ليه؟ بترد يا بيه ليه؟ ها ليه؟ عشان خاطر الزمالك مش موجود. امال؟ طبعا طبعا يا دونجا حبيبي. يا حبيبي انا عارف. ايه كمان يا دونجا؟ قال لك احمد عبد القادر لعيب كبير واتظلم في الاهلي، واتمنى تواجده في نادي الزمالك بجد والله. طب تعالى خده، تعالى بابا، تعالى هات ناديك وتعالى قدم عرض رسمي وخده، والله حلال عليك، حلال عليك، وما تزعلش نفسك طالما اللعيب اتظلم. انا ارى من البجاحه وقله الذوق انك تطلع تتكلم على لاعب عقده مازال مستمر مع ناديه، وتطلع تتهم هذا النادي انه ظالم لهذا اللاعب. احنا بنشيله ميه بملح يا جماعه، احنا بنشيله ميه بملح. يعني اتمنى الناس في نادي الزمالك يبقوا اعقل من كده حبتين، يعني عيب قوي، عيب قوي الاخ دونجا يطلع يتكلم على لاعب لسه عقده مستمر مع ناديه ويقول لك انه مظلوم في ناديه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا ليكم.